جرى خلال معرض البحرين الدولي للطيران توقيع عقد بقيمة 2,400,000 دينار بحريني لإنشاء مبنى حديث لمركز مراقبة الحركة الجوية بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المواصلات والاتصالات. وقال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن مشروع مركز مراقبة الحركة الجوية يعتبر من أهم المشاريع التي تحرص شؤون الأشغال على تنفيذها، وذلك لأهمية المبنى ودوره في دعم عمليات الملاحة الجوية. من جانبه قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن المركز الجديد مقرر له أن يكون من أحدث مراكز المراقبة الجوية بالمنطقة، ويستوفي المعايير الهندسية والفنية اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين وجميع العوامل الحديثة لأداء خدمات متميزة لشركات الطيران ومشغلي الطائرات التي تستخدم إقليم البحرين لمعلومات الطيران.